حملت حتى آخر خيمة لهلأ مستمرة، وفريق ملهم لهلأ على البث المباشر، والرقم اتخطى 1,700,000 دولار. أهل الخير مكملين بالتبرع والتشجيع ودعم الفريق. خلونا نشوف مع بعض الوضع هلأ والفرحة سوا. يا عمي أبطالين، يلا يا شباب يا خالتي عم تضبضبوا، يلا يا شباب خلصنا من الخيام إن شاء الله. وصل لي يا قص بالسكين، ما تعيفوا شي، فشوا قهركم كله، خلصنا من الخيام. يا رب. تحب الخيمة ولا البيت؟ روح على البيت هلا إن شاء الله يا رب. جاهز؟ عليكم الله تعالى يخلينا اياكم ويرد لعيالكم بالسلام. يلا جهزت هدومك، جهزت العابك عشان نطلع البيت الجديد، تاخذيها معك هي اللعبة. اتفقنا؟ الله. كثير من المشاهير والمؤثرين على السوشيال ميديا والناشطين كانوا على البث مع فريق ملهم، ومن أبرز المشاركين بهذا البث الدكتور محمد راتب النابلسي اللي دعم فريق ملهم وأهلنا بالمخيمات وكلامه الطيب عن فعل الخير. والمعتقل سابقاً عمر الشغري كمان كان داعم للفريق ولهي الحملة، ونورة أيمن زيدان بنت الفنان الموالي السوري أيمن زيدان، ورغم موقف أبوها إلا أنه هي موقفها مخالف لموقف أبوها، وطلعت مع فريق ملهم لدعم حملة حتى آخر خيمة، وطالبت بتسليط الضوء على المعتقلين بسجون أسد، وقالت نحن نتضامن مع من يعيش فوق الأرض، ولكن يجب أيضاً أن نتضامن مع المعتقلين تحت الأرض. زميلنا ماجد شمعة اللي غادر أورينت مبارح نتمنى له كل التوفيق والنجاح برحلته الجديدة، كمان كان من الداعمين لهي الحملة وطلع على البث وأكد أهمية هذا العمل الجماعي ونتائجه العظيمة. من التفاعل اللي صار ومستمر على الحملة الناشطة والصحفية وفاء علي مصطفى اللي غردت على تويتر وقالت حملة حتى آخر خيمة مو بس نقلت الناس من خيم لبيوت، واللي هذا طبعاً أبسط حقوق الإنسان اللي حولها نظام الأسد لأحلام، ولكن كمان عطتنا شعور بأننا قادرين وفينا نساعد بعض ولو بمبالغ وأفعال صغيرة. تبرعوا أو شاركوا الحملة لتوصل أكثر. المهندسة والمخترعة السورية المتخصصة بالطاقة المتجددة سيرين حمشو كمان كتبت عن الحملة وقالت كل الدعم لفريق ملهم التطوعي، أجمل ما خرجنا به من المأساة السورية ومن اجتمعت عليه جميع فئات سوريا. الوحدات السكنية هي الحل الوحيد المستدام لأزمة النازحين الذين استحالت عودتهم لديارهم، والحل الوحيد الذي لا تريد أي دولة أو منظمة إغاثية دعمه، لأنه ببساطة بينهي مشكلة الخيام بشكل دائم، مما ينهي معه عمل جهات إغاثية وحكومية ليس من مصلحتها أن تنتهي. تغريدة أخرى كانت اقتباس من مداخلة الدكتور راتب النابلسي ومكتوب إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر فيما استعملك. أما سارة فعم بتقول وأنا أحضر بس فريق ملهم أفكر بشعور الشهيد ملهم وهو في روضة من رياض الجنة بإذن الله، وأصدقائه العجيبين قاعدين بيساعدوا الأحرار اللي استشهد هو عشانه. الله يرحمك يا ملهم ويغمد روحك الجنة ويتقبل من أصدقائك كل اللي قاعدين يعملوه. حب كبير كبير لملهم اللي كل يوم عم بيعلمونا درس جديد بالأخوة.